الأسئلة في محلها، لأن برنامج اقتصادي الحزب الاستقلال يركز أساسا على تشغيل وخلق أكبر عدد ممكن من مراسل الشغل في الاقتصاد المغربي. هذا البرنامج سميناه تعاقد 1 3 5 7 1,300,000 منصب شغل في الخمس السنوات المقبلة 2008-2012 لتقليص نسبة البطالة إلى مستوى إلى معدل 7% على الصعيد الوطني. كي غنحققوا هاد الأرقام؟ إذن ان شاء الله باش تنجح فيهم بلادنا. هذه القطاعات نفس المقاربه اللي مثلا نفذناها في قطاع في التراب الوطني. البرنامج الثاني هو برنامج لتدعيم قوي لصالح المقاولات. شكون اللي كيشغل؟ اللي كيشغل هو الحرفي، هو المهني، هو المقاوله الصغرى، المقاوله المتوسطه، المقاوله الكبرى. هذه المقاولات حنا بغينا ندعموهم ماديا مباشره ونطروهم باش يكثروا من عدد مراسم الشغل، نلقاو لهم بقعه ارضيه باش يتوسعوا ان شاء الله ويزيدوا يشغلوا، نلقاو لهم كذلك نساعدوهم في التسويق ديالهم بسياسه اشهاريه قويه، ندعموهم في التكوين، ندعموهم في الدراسات التقنيه. البرنامج الثالث هو تخفيض نسب الضرائب. حاليا الضريبه على الشركات، الضريبه على الانتاج ديال الشركات اللي كيشغلوا هي في مستوى 35%، هذا غير مقبول ابدا. وحزب الاستقلال يعتزم في البرنامج ديالو انه يخفض هذا المستوى الى 25% كمعدل. والمقاولات الصغرى، المقاولات الصغيره جدا مهنيين غادي نزيدوا نحطولهم وبكثير هذه النسبه. كذلك نلتزم بتخفيض نسبه الضريبه على الدخل ديال الافراد وديال الاشخاص وديال المهنيين باش نرفعوا من القدره الشرائيه ديال المغاربه وديال المواطنين ونحركوا الاقتصاد ونخلقوا من جديد اكبر عدد ممكن من مناصب الشغل ان شاء الله. لذلك وضعوا الثقه ديالكم في حزب الاستقلال.